السلام عليكم، اهلا بكم في قناتكم انا وهي والنجوم. ارجو من حضراتكم الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لتشجيعنا ولكي يصلكم كل جديد. وفقنا الله ووفقكم الى ما فيه الخير. شكرا للمشاهدة، ولا تنسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. اليكم كما وعدناكم توقعات ابراج شهر يوليو تموز 2018. ان شاء الله الشهر الجديد يحمل معه كل الخير، التقدم، النجاح، وراحة البال، والسلام والامان يا رب. برج الحمل، لا تزال الاجواء دقيقة مهنيا، يرافقك الشك والقلق ويصعب عليك اجتياز المتطلبات التي قد تصادف طريقك هذا الشهر، بحيث تتواجد الشمس في برج السرطان حتى تاريخ 22 تموز يوليو، وتلفت انتباهك نحو أمور متعلقة بالعائلة والصحة وغيرها من النواحي الأساسية. كما يسجل تاريخ 13 تموز كسوفا للشمس في السرطان، فتتداخل الشؤون المهنية مع الاجتماعية فتشعر بمواجهة ومحاسبة. برج الثور، بداية ممتازة ونهاية عاصفة. مهنيا من المتوقع أن تستمتع بأوقات مميزة وأن تحصد إنجازات مهمة، فسوف تحيطك المكافآت ولن تمانع أن تكون محاطا لأنظار الكثيرين مع انتقال كوكب الزهرة في برج العذراء بتاريخ 10 تموز، لتقضي أوقاتا مليئة بالانسجام والنجاح والحظ الجيد. يمنحك أفضل الفرص والنتائج، تنتظرك مفاجآت وأخبار سارة مع كل خطوة تقوم بها هذا الشهر. ينقسم هذا الشهر إلى جزئين على الصعيد المهني. يتألف الجزء الأول من الأسابيع الثلاثة الأولى التي تحمل لك الخير والمكافآت فضلا وليس إجبارا. عليك لضمان وصول الفيديوهات إليك باستمرار اضغط لايك، تعليق، شير، اضغط على الجرس ليصلك كل جديد. برج الجوزاء، تشعر بالانتصار مهنيا، اعمل جاهدا هذا الشهر ولا تستسلم مهما حدث معك. فالمثلث الذي يحدثه الزهرة مع اورانوس بالاضافة الى الكسوف يوم 13 يشكل طالعا مهما جدا، ويتحدث عن حظ مفاجئ يغمرك، كما يزود معنويات تجعلك تثق بقدرتك بشكل فعال. إضافة إلى ذلك سوف يقدر الآخرون أعمالك، وسوف تجد نفسك في مناصب أفضل. من الممكن أن تحتفل بإنجاز لطالما سعيت للوصول إليه، ومن المحتمل أن تسمع خبرا سارا مثل الحصول على ترقية أو الانتقال للعيش في مكان آخر أو الحصول على عرض عمل جديد. برج السرطان، شهر واعد جدا مهنيا، إنه شهر نشاط بامتياز، يعتبر من الأشهر الأكثر أهمية هذا العام لأنه يمثل مفترق طرق في حياتك، يحمل لك فرصة جديدة
لكسب الأرباح والتقدم. يتعاون كوكب المشترى من برج العقرب الصديق الذي يعيد سيره المباشر مع أورانوس في برج الثور الصديق، ويقدمان لك هدايا فلكية جيدة وواعدة تجعلك تشعر بالتفاؤل والأمل. سوف تشعر بتحسن في حياتك المهنية وبأنها تتطور بشكل أسرع وأكثر كفاءة. لا تحتاج سوى إلى التركيز على بعض الأولويات وتقديم أفضل عروضك. برج الأسد، لا تراهن على الحظ. مهنيا، يخبئ لك هذا الشهر بعض التحديات، ما يجعلك تفقد السيطرة على بعض الأمور. فالتنافر بين المريخ المواجه لبرجك من الدلو وأورانوس الذي يتحداك مع الثور ما زال فاعلا وينذر بمفاجآت مربكة، بالإضافة إلى وجود الشمس في السرطان المعاكس لبرجك الذي قد يسبب لك فسخ لبعض العقود وتغيرات لم تكن في الحسبان. ومن المحتمل أن تكون الأسابيع الثلاثة الأولى متخبطة ومخيبة للأمال تماما، قد تذهب جهودك هباء. بالإضافة إلى ذلك، قد يكثر في هذه الفترة سوء التفاهم مع رئيسك في العمل أو زملائك فضلا وليس إجبارا عليك. اضغط لايك، تعليق، شير، اضغط على الجرس ليصلك كل جديد. برج العذراء، تناغم فلكي لصالحك. مهنيا، ينتظرك شهر واعد فتتحسن الظروف وتعود الأمور إلى مجاريها في هذا الشهر الواعد بتحالفات كواكب كبيرة مع برجك: الشمس مع السرطان، زحل مع الجدي، أورانوس مع الثور، اللذان يرعيان أوضاعك ويزودانك بقوة كبيرة واستثنائية لكي تتحدى الصعوبات ولكي تدفع بأعمالك نحو النجاح، كما يحمل لك الفلك أجواء مهنية مميزة ويعدك بالاستفادة من المكاسب المالية وتبرع في أداء مهماتك وتلفت الأنظار وتواكب المستجدات بحس عملي مدهش. حاول القيام بكل الأعمال المهمة وباتخاذ جميع القرارات الحاسمة قبل حلول تاريخ 23 تموز يوليو، لأن الأسابيع الثلاثة الأولى من الشهر هي التي تحمل الدعم والسند المناسبين. أما عن حظ برج الميزان فهو شهر واعد بإنتاجية كبيرة. مهنيا، إن هذا الشهر مهم للغاية نظرا لتواجد الشمس في برج السرطان الذي يشكل أعلى نقطة في برجك حتى تاريخ 22 تموز يوليو، وبالتالي سوف تكون تحت الأضواء خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من الشهر. لكن بالرغم من معاكسة الشمس إلا أنك سوف تنعم بدعم من كوكب المريخ فتخوض تجارب تفيد أحلامك وطموحاتك لكي تتقدم بأعمالك نحو النجاح الأكيد، مزودا بطاقة يوفرها لكوكب عطارد من برج الأسد الصديق ما جعلك تطل على مشروع جديد. كما أن الشهر مناسب جدا للسفر
والتنقلات والاحتفالات ولقاء الأحبة، كما يعزز عطارد فرص كسب الأموال ويطلب إليك الإسراع في استغلال الفرص. العقرب: تعاكسك الأقدار. مهنيا تعاكسك الأقدار بالرغم من وجود الشمس في السرطان الصديق، وقد تخضع هذا الشهر لهزات متتالية وقوية من كوكب المريخ في الدلو، والذي يزعجك بالإضافة إلى الكسوف الذي يحدث في هذا الشهر، يتم في موقع دقيق من برجك ويجعلك قلقا على كافة الأصعدة، بالإضافة إلى تواجد كوكب الزهرة في الأسد الذي يشكل مربعا دقيقا مع برجك، ما يولد احتكاكات في حياتك الشخصية تجعلك أمام مفترق طرق، وتحدد خياراتك المستقبلية وتدفعك نحو قرارات مهمة على أثر بعض التغيرات والظروف المفاجئة. برج القوس: حرية وانفتاح. مهنيا إنه شهر جيد جدا، تجعل الكواكب تتمتع بأجواء فلكية إيجابية مع تواجد الشمس في برج السرطان حتى تاريخ 22 تموز يوليو. يتسلط الضوء على الموارد المالية أو الصفقات غير المبرمة أو الأوراق القانونية. كوكب عطارد الكوكب الأساسي في الأسد الصديق يوفر لك فرصا كثيرة للنجاح، ومن المتوقع أن يقدم لك كوكب الزهرة من الأسد أيضا فرصة جيدة تخولك العثور على الدعم المالي والمعنوي اللازمين لاستكمال مشاريعك. إضافة إلى ذلك، قد تربح قضية قانونية أو قد تعوض عن الفرص التي أضعتها في السابق. برج الجدي: صعوبات وقلق. مهنيا لن يمر الشهر بسهولة، فتشعر بظلم أو تحدي. سيطر على أعصابك وتجنب إثارة المواضيع الحساسة، قد تتذمر من منافسة شديدة أو استفزاز. سوف تتفاجأ بتصرفات فظة يبديها بعض الأشخاص أو بقلة وفائهم. حافظ على هدوء أعصابك، كما يجلب هذا الشهر تحديات عديدة تتطلب منك الصبر والمرونة كي تتخطى التوتر الذي سيرافق حياتك اليومية. احذر من السلوك المزاجي والمتسلط، لأنك قد تساهم في خلق أعداء لك. مع تواجد الشمس برج السرطان خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من الشهر، برج الدلو: أوضاع نزاعية. مهنيا لا تجازف في أي مجال هذا الأسبوع، لأن التهور قد يقودك إلى متاعب صحية أو حوادث مؤسفة. ابتعد عن العمليات المالية ولا تراهن على جديد. حاول أن تحصل على معلومات كافية قبل اتخاذ أي قرار. تعبت
الكواكب وتعاكسك كل الأمور. أورانوس من السور، المريخ في برجك عطارد، والزهرة من الأسد المواجه لبرجك. زد عليها عوامل الكسوف والخسوف وتكاد لا تعرف إلى أين تتجه، حاذر ارتكاب الأخطاء والوقوع ضحية لبعض المغرضين والمناورين. تقصر المتطلبات هذا الشهر، ومن المستحسن أن تتبع جدول عمل دقيق ومفصل كي تتمكن من تسليم عملك في الوقت المناسب. اعمل بفعالية وموضوعية إذا أردت تحقيق النجاح والابتعاد عن الخسارة أو الفشل. برج الحوت، جرأة وثقة كبيرة. مهنيا تكون الحظوظ من نصيبك، ولابد أن تكون أجواء هذا الشهر جميلة ومميزة، تحفزك الكواكب على الاجتهاد والمواظبة لحسن الحظ. تتواجد كل الكواكب في مواقع محببة حتى تاريخ 22 تموز يوليو، فيرافقك الحظ معظم أيام الشهر، فتتميز بسرعة بديهة وبذهن منفتح يلفت جميع من حولك ويثير الإعجاب ويجعلك تتمتع بقوة كبيرة وتنطلق واثقا بنفسك لإنجاز المهمات الصعبة ورسم طريقك بحرية وتحديد أهدافك. تدعمك الظروف لأخذ أعمالك نحو الوجه التي تحلم بها. حاذر الانقباض والخجل، بل ثق بنفسك وقم بأبحاثك وتنقلاتك من دون تردد أو خوف. فضلا وليس إجبارا عليك، لضمان وصول الفيديوهات إليك اضغط لايك، تعليق، شير، وشكرا لثقتكم بنا. ولا تنسوا تفعيل الجرس حتى يصلكم إشعار بالفيديو الجديد. شكرا للمشاهدة. تنويه هام، الأبراج مجرد تسالي، ولن يعلم بالغيب غير الله سبحانه. لا تنسى الاشتراك في القناة، ولا تنسى ابدأ رأيك على الفيديو بتعليق، ولا تنسى تفعيل الجرس حتى يصلك إشعار بالفيديو الجديد.